ما الفن يكون معجون بحب الرياضه بينتج عندها اعمال فنيه جميله جدا. احنا النهارده منورانا في اولى فقراتنا الحواريه فنانه ورسامه موهوبه بتعبر عن محبتها ومشاعرها بالرسم، وتحديدا محبتها ومشاعرها تجاه النادي الاهلي. احنا النهارده منورانا الاستاذه والفنانه الاء شراره. يا صباح الفل عليك، اهلا بيكي. اهلا بيك يا الاء، وكنا مبسوطين جدا انا وكريم لما عرفنا انك معانا، وعشان قالوا لنا قد ايه انت بتحبي النادي الاهلي كمان وبتعبري عن ده من خلال الشغل بتاعك، وكان ليكي مقابله كمان مع كابتن محمود الخطيب هتحكي لنا عن كواليسها وكل حاجه. بس خلينا في البدايه برضو نعرف الساده دلوقتي المشاهدين عنك اكتر، وامتى ابتديتي ترسمي، ودراستك اصلا ليها علاقه بالرسم ولا لا؟ انا اسمي الاء شراره، انا خريجه كليه اداب قسم فلسفه جامعه القاهره. بدات مشواري في الفن ده في 2017، اخر 2017، ومستمره فيه لحد الان. هي موهبه، انا ما اخدتش كورسات او اي حاجه، هي هوايه وموهبه بس. حاولت اعمل تغذيه بصريه كتير واطور فيها لحد ما كل خطوه يكون ليها تطوير مختلف. اكتشفتي وجود الموهبه دي متاخر نسبيا، ولا اصل انت كان ممكن مثلا تختاري انك تدرسي فنون جميله او يعني تبقى هي كمان دراستك؟ هو انا من زمان بحب الفنون، بس طبعا التنسيق والجامعات وكده دي حاجه بتبقى مختلفه خالص. بس طبعا ما وقفتش يعني، بعد ما خلصت يعني بعد ما اتخرجت فورا ابتديت في حاجه انا بحبها او لفتت انتباهي يعني. وعامله حاجات جميله طبعا، ده جانب بسيط من شغلك يعني، بس ما شاء الله عليكي حاجه حلوه يعني. ميرسي جدا، شكرا. طيب احكي لنا، انت ابتديتي 2017، بعد كده بقى ابتدى الموضوع يتطور معاكي ازاي؟ انا ابتديت 2017 بس انا كنت بقلد صور عاديه. بس جت بقى خطوه اللي هو لا، لازم اعمل تصاميم خاصه بيا ولازم تكون حاجه ليا بقى اللاين بتاعي. فابتديت بقى احاول ابتكر شويه وادخل تصاميم جديده في الفن. وايه بقى اللي لو تحكي لنا، لان دي نفس كده دي تقريبا بالورق حاجه، هو كل الشغل اكتر. هو كل الشغل بالورق، هو الفن اسمه كويلينج بيبر ارت، هو عباره عن شرايح ورق بتتبرم وبتتشكل بالايد وبتتلزق. بس بتبقى عاملها مثلا محدده الرسمه نفسها بالظبط. بيبقى في تحديد للرسمه، في باترون ليها وببتدي بقى امشي عليه. بصي ممكن تحطي بقى تمسكي بس اللي هي بتاعت ايوه نفرتيتي، ولو نعرف نجيب عليها كلوس يا جماعه يا ريت، عشان الناس برضو تبقى شايفاها بشكل واضح. بس جميله قوي قوي، الالوان اللي فيها جميله حقيقة. بصي بقى التفاصيل تبان مع الكلوس. لو هو انا الحمد لله كنت اول واحده عملت اللاين في العوني بالفن ده، يعني كان الشغل عملت نفرتيتي وتوت عنخ امون وكتير قوي في الشغل المصري القديم. هاتيها ناحيه الشمال شويه. الاء لا الشمال عكس كده. ايوه عشان بس ايه الكاميرا تعرف تجيبها بشكل مظبوط. لا يعني قصدي اقول لك لو يعني تطلعي ايدك كلها. مش مشكله. ايوه اشرحي لنا اتفضلي. هي عباره عن لفات ورق كلها وفي الوان معينه ما كانتش موجوده في مصر، فانا اضطريت اعملها على ايدي، اصبغها على ايدي بعد الشغل. يعني مثلا اللون الذهبي ده انا عاملاه كله على ايدي، يعني متلون ورقه ورقه، والمثلثات دي كلها حجم واحد. تمام. يعني بتتعمل بتتبرم وبتتعمل كلها حجم واحد عشان تدي تكنيك حلو في الشغل او شغل متساوي يعني نوعا ما ومريح للنظر. حلو قوي. لو الباك جراوند انت مختاراه لونه حلو مع الالوان اصلا حلوه جدا. هنميت. ده جاهز للتعليق بقى. بالظبط. بتبيعي الحاجات دي ولا ده بتحطها عندك في البيت؟ لا لا، بنزل بيها معارض وبتتباع وفي حاجات. برافو. وعندك صفحه مثلا؟ بالظبط. برافو، عامله شغل هايل. الاء برافو عليك. طب انا كنت بقول من شويه الاء ان يعني فكره التعبير عن المشاعر بالرسم ممكن تبقى تعبير عن مشاعر، ممكن تبقى عارفه التعبير الدارج اللي هو بتاع الواحد يفش خلقه في حاجه. انت بتعمليها بقى بشكل عملي وفي صوره فن. بالظبط. فعلا الفنان ساعات ممكن حتى لو هو بيمر بدروبات نفسيه يعالج نفسه بالرسم. هو في طبعا علاج بالفن بكل انواعه، وفي علاج بالفن بالموسيقى بالرسم بكل انواع الفنون، في علاج بالفن. دي حاجه منتشره يعني، منتشره جامد وفي دراسات ليها كتير يعني. اوكي. فيعني هو بقى بس كل واحد بيختلف بقى في الطباع بتاعته، في حد بيحب الرسم، في حد بيحب النحت، في طب يعني خلينا فيك انت شخصيا، وانت بتحبي الرسم. ايوه. انا رسمي مختلف شويه، هو بالورق، فانا ببذل مجهود شويه عن يعني طبعا كل فنان ليه مجهوده وكل فنان ليه طاقته، بس انا بيبقى رسمي عباره عن رسم ورق، مش رسم بالورقه والقلم. وكل حاجه بترسميها بتبقى مشروع محتمل انت شغاله عليه، ولا ممكن تبقي بتتعاملي مع اللي بترسميه ده على طول ان هو متنفس؟
هو كده وكده، ساعات كده ساعات كده. يعني مش بيبقى على طول، يعني مش بيبقى على طول حاجه واحده. يعني في ساعات ببقى مثلا زهقانه او في ملل، او في اقوم اشتغل في اي حاجه تفصلني شويه عن حلو عن الدنيا بقى كلها.